هذا الرقع يا ناس ما يطلع الا شو ما يطلع الا سبحان الله وما يدعمون الا عند المغرب. الله الله الشطف عليك والله يا القطان كلش يمك سبحان الله 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 سبحان الله. بس حجم ايش كذا الله يجاني واحد سبحان الله مدد يا ابو يعقوب الرفاعي سبحان الله. هو هذا شنو بين الحمامه والله الله الله سبحان الله. شنو الهدف هو ذكر الله صلاه على النبي ليش عند المغرب سيدي الادريسي؟ اي والله هذا سر من اسرار الله سيدي سحلول ساعدنا الرفاع ليش هذا الطير السنون والرقاعي يطلع قبل المغرب؟ بس شو السبب؟ عشان ما تمدني يبدا يطلع يروح يدور على محل ينام. ايش دعوه؟ إيه؟ هذا تحليلك؟ إيه؟ بس بالنهار ما بنشوفه. وين ما بنشوفه؟ بالنهار ما بيبين. ما بيبين لانه منتشر بالارض كلها. فوق يكون ها؟ لا بالارض ياكل. سبحان الله. وهلا بيدور على شجر؟ طبعا. والخفاش بيطلع بعده بعد المغرب، هو قبل المغرب هذا. الله 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 سبحان الله. وشو ياكل هو؟ الله الله ها اجى 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 الله الله كلش يبي بده يقول ليش تصورني زعلان هذا؟ سبحان الله. بس عنده جهاز رادار هو. سبحان الله. الله 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 خطف منه سبحان الله. سبحان الله بس هو لفته شنو يدور القطان؟ قطان انت ذاك اللي لو سلعني شنو هدفه الرقعي؟ سبحان الله تقول حمامه اللوت. سبحان الله لا اله الا الله لا في خلق يشون لا اله الا الله لا اله الا الله